أجد في نفسي وفي عيون الحاضرين فرحاً وسروراً لوجود فضيلة الشيخ محمد أيوب، الدكتور محمد أيوب، ولا بد أن نستمع إلى مداخلة من فضيلته، فتفضل بارك الله فيكم. وتلاوة 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 وتلاوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة أتشرف أنني أحد من أبناء بورما، ووالدي رحمه الله قدم من هذا البلد الحبيب إلى السعودية قبل أكثر من 60 عاماً، في عام 1368 هجري، وتزوج على والدتي في مكة المكرمة، وكنت أحد أولاده الذين ولدوا في مكة. وهذا ليس هو المهم، وإنما المهم الذي شاهدته من خلال ما عرضه الأخوان الكريمان من بلاد بورما، وما وضح لدي من أمور ما كنت أعرفها أبداً، رغم أنني كنت ممن أكرمني الله عز وجل بزيارة هذا البلد لما كنت في زيارة لبنغلاديش مع وفد الجامعة الإسلامية. استأذنت من سفير بنغلاديش أن يأذن لي بدخول بورما، وكانت سفارة بورما موجودة في دولة بنغلاديش، وسمح لي معالي السفير أن أذهب إلى هذا البلد الحبيب لمدة أسبوع، وشاهدت المناظر هذه التي عرضت، إن لم يكن أكثرها، إن لم يكن كلها فأكثرها قد رأيت من خلال زيارتي لهذا البلد الحبيب، ومن خلال ما عرفت من معلومات أثلجت صدري وأدخلت الرحمة في قلبي كابن من أبناء هذا البلد الحبيب، أن يتشرف معالي مدير الجامعة الإسلامية لزيارة هذا البلد، وبعض من الوفود الذين يشاركونه من العمداء بشتى تخصصاتهم، حتى يعرفوا ما هو الحق لأبناء هذا البلد المسلم الذي يقتل ويشرد فيها المسلمون بصفة دائمة، وليس فيهم الراحة إلا من يسكن تقريبا في العاصمة رنغون، أما الذين هم في أطراف بنغلاديش وفي أكياب وفي أركان وفي المناطق الأخرى فالوضع جدا سيء، ووضع المسلمين جدا سيء، وهم في أشد الحاجة إلى من يتعاون معهم ويكون يدا لإنقاذ أمثال هؤلاء المسلمين، حتى يسهل عليهم أمر حجهم وأمر عمرتهم وزيارتهم. ووفد كبير من أبناء هذا البلد لا شك أنهم وصلوا في مكة المكرمة وفي المدينة المنورة وفي جدة أكثر من 200,000 مسلم يعيشون في هذا البلد الحبيب، وكما ذكر الأخوان أنهم منذ عهد الملك فيصل رحمه الله أكرم الله عز وجل شعب هذا البلد الذي لا يعلم عن وضعه إلا رب العالمين، والذين وصلوا إلى ذلك المكان من أمثالي وغيرهم عرفوا حقيقة المسلمين في هذا البلد، وكم هم في حاجة إلى من يكون يداً كريمة
يتمتع بها أهل هذا البلد الحبيب حتى يكرمهم الله عز وجل أن يحفظوا من كيد هؤلاء البوذيين الذين يتسلطون في تعذيب أبناء المسلمين في ذلك البلد، الذين ذهبوا من أبناء غير بورما شاهدوا حقائق هذا الأمر كله. ولا أريد أن أطيل، ففي القلب أمور كثيرة لا يعلمها إلا الله، وأتمنى من أهل هذا البلد الحبيب أن يكونوا عوناً لأبناء هذا البلد ولإنقاذ المسلمين مما هم فيه من التعذيب والقتل والتشريد وعدم تمكنهم من إقامة شعائر الدين على الوجه المطلوب. هذا ما أردت بيانه باختصار، وأتمنى من كل من يسمع مقالتي أن يتشرف بزيارة هذا البلد ليعلم حقائق المسلمين هناك، ويكون سبباً لإنقاذ إخواننا المسلمين الذين يعيشون في هذا البلد وفي غيره من أبناء العالم من بلاد العالم الإسلامي. وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يفرج هموم إخواننا المسلمين في كل مكان، وأن يحفظهم من كيد أعدائهم، وأن يمكنهم من إقامة شعائر دينهم على الوجه الذي يحبه الله ويرضاه، وأن يكرمهم الله عز وجل بمن يكون يد عون ومساعدة لهم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا والله لا أستطيع أن أتجاوز رغبات الطلاب ولا رغبتي أنا، فنطلب من فضيلة الشيخ الدكتور تلاوة يتحفنا به. أخشى أنني أعتدي على المسؤولين عن هذا الحفل في إكمال ما بقي لديهم من فقرات، والتلاوة كرم أكرمني الله عز وجل كما أكرم غيري من إخواننا القراء والحفظة والمجودين والمرتلين، ولا أستطيع أن أدعي الكمال لنفسي، ما أنا إلا أحد من طويلب العلم أو القرآن الكريم الذين أكرمهم الله عز وجل بحسن التلاوة، إن كان هناك حسن لتلاوتي. وإن أعفوتموني أو أعفيتموني عن هذه التلاوة لأنه يوجد في الصالة من هو أجود مني وأكرم مني وأتقن مني حفظا وتلاوة، فأكون مشكورا لكم، جزاكم الله خيرا. أحسن الله إليكم وبارك فيكم فضيلة الشيخ. أنا